أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. سلام. الألم وفشل الماضي والخوف من المستقبل جعلنا الناس بزاف متوترين، لذلك أهم طرق لتجنب التوتر والابتعاد عنه هو قراءة القرآن الكريم. فالقرآن يعطيك راحة نفسية وطمأنينة لا مثيل لها. الاستغفار والإيمان بقضاء الله وقدره من أهم أنواع العلاج. تنظيم ساعات النوم بحيث نحتاج إلى 8 ساعات نوم يومياً.